انا عملت التوكيل لعبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، عملته في الشهر العقاري في السيدة زينب، مع ان انا قعدت حوالي 5 ساعات، بس ده واجب وطني، واجب وطني، واجب وطني، وانا عندي 61 سنة. دي صورة التوكيل هو، والاصل انا رفعته، خد الرقم بتاعه، الرقم اهم حاجة، رقم التوثيق، ورفعته على الصفحة بتاعتي بالختم الحي محمد عماد الدين عبد الله ايوب، على الصفحة عماد الدين ايوب ايوب، مع ان في ناس بتهاجمني لان انا بحب. طيب الناس ليه تكلمني عن المرشح بتاعك؟ المرشح بتاعي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، هو قائد الازدهار الاقتصادي في مصر، مشروعات عملاقه سكنيه وبيئيه، محاور متعدده للطرق والكباري، مكافحه فيروس فيه، مدن جديده، مشروع الضبعه، مشروع شرق قناه السويس، الانفاق، 4 انفاق تحت قناه السويس. الراجل ده انا بحبه 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 بحبه، وعشان كده هننتخبه. انا بالنسبه لي محمد عماد الدين عبد الله ايوب اشهر مصر في مصر، هنتخب السيسي وان كان الحاقدون المارقون. انا جاي اشوف سمه المرشح اللي هيقدم ورقه عشان يبقى عندي خلفيه، واحضر هو بيقول ايه قدام التلفزيونات وقدام المواقع، لان انا لاحظت ان في السوشيال ميديا كل من هب ودب عايز يبقى مرشح، وبيجي ساعه الجد بيجيب ورا. الكلام ده ما ينفعش، احنا عايزين انتخابات اللي وجد في نفسه كفاءه ان هو ينزل رئيس جمهوريه، اهلا وسهلا. ما فيش كفاءه، مع السلامه. وانا بوجه تحيه للرئيس السيسي، ليه؟ لان هو جه في وقت من الاوقات قال انا بوجه الشكر لشعب مصر العظيم، وخلى الناس تقف قيام. ليه؟ لان الشعب المصري العظيم تحمل عبء التعويم الجنيه وعبء الاصلاح الاقتصادي، وقال لك لو الشعب ما خدش رأيه كان يعمل ايه سيدي؟ كان يقول لك ادعو الى انتخابات رئاسيه مبكره. يعني الراجل مش هم كرسي، الراجل بيعمل لمصر. وانا بالصفه دي والناس كلها عارفه بحب السيسي، ووقفت في ميلاد عبد المنعم رياض 25 ابريل 2014، واول واحد في العالم بقول السيسي سوبرمان العالم. ويكفي فخر ان هو فتح الكاتدرائيه الجديده في القاهره الجديده، وعمل مدينه اداريه جديده، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحياتي عماد الدين ايوب ايوب، اشهر مواطن في مصر. شكرا.